دلوقتي احنا شايفين لحظة رفع الكاس، بيحتفلوا معاه باللقب، لقب كابتانو مصر، واكيد صور تذكارية مش هتتنسي بالنسبة للفريق كله مع الكابتن مؤمن زكريا. كابتانو 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 حلم كبير قدامه، حلمه يكون عالقمة ومش هيسيب مكانه، دايما يكسب واد لعيب، كل ما يسدد كل ما يصيب، كل مرة يبقى بشكل جديد، كل مرة المستوى بيزيد. ها كابتن ها مليون مبروك لكل فريق كابتن علي بوجريشة تحت قيادة مديره الفني كابتن محمد اليماني، وطبعا كل تحياتنا للكابتن مؤمن زكريا طول الوقت تواجده بمثابة إضافة في أي حلقة من كابيتانو مصر وفي أي برنامج بشكل عام. سعداء جدا أكيد بوجوده، مثل أعلى لكل الولاد الموجودين معانا ومشتركين في البرنامج. شكرا شكرا لكل المتابعين وكل الناس اللي تابعتنا من أول يوم، وزي ما مريانة قالت إن شاء الله نشوفكم في الموسم الثاني من كابيتانو مصر، ونسيبكم مع احتفالات فرقة اليماني.